ونرجع على طول زي ما حضراتكم عارفين لمزيد من التفاصيل. هيبقى معانا زميلنا محمد توفيق من المملكه العربيه السعوديه، تحديدا من مدينه الطائف. محمد توفيق اهلا بيك على 7 دي سبورت في شاشه قناه النادي الاهلي. محمد مساء الخير زميل عزيز عبد الرحمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا دلوقتي على البعثه واليوم ماشي ازاي النهارده، ويمكن المران الاخير كمان بعد ساعات بيرستاو وصل ولا لا، يعني اديني كده كل تفاصيل البعثه النهارده. في البدايه عبد الرحمن بطمنك وطمن كل جماهير النادي الاهلي، اجواء اكثر من رائعه هنا في مدينه الطائف، سواء من ناحيه المناخ او كمان استقبال الاخوه هنا والاشقاء السعوديين، يمكن دوت المعروف عنهم دايما وده اللي اكدوه كلهم، وكمان من الجانب المصري بناكده على روح دايما الاخاء والاشقاء ما بين مصر والسعوديه، يمكن ده كمان اللي كابتن محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي اتكلم عليه النهارده في المؤتمر الصحفي، وكمان مستر مارسيل كولر اتكلم عليه وقال ان احنا سعيدين جدا بوجود المباراه في السعوديه، خاصه هنا ظهير جماهيري كبير جدا هنا عبد الرحمن في السعوديه، يمكن جمهور النادي الاهلي بيقابلك في كل حته، شعبيه طاغيه خاصه ان الجاليه المصريه هنا كبيره جدا في نادي الطائف، وكمان بعض المدن القريبه يمكن جده ومكه على طول كل جماهير النادي الاهلي متواجده هنا معانا في كل يوم امام الفندق ل يعني تحيه اللاعبين سواء اثناء ركوبهم او نزولهم من الحافله وتوجههم للتدريب، يمكن طبعا تدريب الامس كان تدريب قوي جدا، بعدها على طول الفريق خلد لراح عبد الرحمن، النهارده بدانا يومنا برده بشكل طبيعي جدا، 11 الصبح كان الفطار وكان بعد كده الاجتماع التنسيق للمباراه والاجتماع الفني، واللي تقرر فيه ان شاء الله ان الاهلي بكره هيلبس زيه التقليدي، التيشيرت الاحمر، الشورت الابيض، الشراب الاحمر، وعلى الجانب الاخر فريق اتحاد العاصمه يرتدي التيشيرت الابيض والشورت الاسود والشراب الابيض، وطبعا بعض الامور كلها التنظيميه، وصول الفريقين لملعب المباراه الساعه كام، كل الامور التنظيميه الخاصه باعداء يعني كمان باعداد اعضاء مجلس الاداره سواء من النادي هنا او هنا، او حتى كمان الدخول الجماهيري، ان بعثه النادي الاهلي هنا برئاسه الوزير العام فاروق كان حريص جدا على توفير كل سبل الراحه لجماهير النادي الاهلي، مش بس اللاعبين والبعثه بالكامل، جمهور النادي الاهلي طبعا على راسنا، هو الداعم وهو اللاعب رقم واحد في الفريق، فاكيد هو نصب عين مجلس الاداره كله برئاسه كابتن محمود الخطيب. يمكن كمان كان في محاضره فنيه مهمه جدا النهارده عبد الرحمن في تمام الرابعه عصرا، فور انتهى المحاضره على طول يمكن اللاعبين بقى اجتمعوا لوحدهم مع بعض، اتكلموا طبعا بقياده كابتن محمد الشناوي واللاعبين الكبار امثال علي معلول، اتكلموا عن اهميه هذه المباراه، والكلام انت كنت لسه بتقوله في البدايه عبد الرحمن ان المباراه مهمه جدا، انها مباراه واحده ببطوله، ولكن صعوبتها انها بتاتي في بدايه الموسم، ده اول مباراه رسميه للنادي الاهلي وكمان يعني ببطوله من مباراه واحده، وبطوله قاريه مهمه جدا، عندك في رصيدك 8 بطولات بتسعى لتحقيق البطوله التاسعه، الحمد لله الموسم اللي فات انهيناه بالفوز بخمس بطولات، السنه دي عاوز تبدا بضاعه قويه جدا وتحافظ على سجل بطولاتك وتبداه ببطوله قاريه مهمه للغايه، طبعا ده كان محور كلام اللاعبين، كمان في المؤتمر الصحفي كان كلام اكثر من رائع زي ما قلت لك من كابتن محمد الشناوي ومستر مارسيل كولر على احتضان المملكه العربيه السعوديه لهذه المباراه، وطبعا كلهم سعيدين وفخورين بوجود النادي الاهلي وان له ظهير جماهيري في كل مكان بتوصله بعثات النادي الاهلي، الساعه 4:30 يمكن اللاعبين تناولوا وجبه الغداء، ومن بعدها على طول الجميع خلد للراحه استعدادا ان شاء الله للتحرك في تمام الساعه 8:30 لملعب التدريب اللي هيقام عليه اخر تدريب النهارده عبد الرحمن، وهو نفس ملعب المباراه، الملعب الرئيسي بمدينه الملك فهد الرياضيه هنا بمدينه الطائف، ان شاء الله التدريب هيبدا 9:15، من بعد التدريب على طول هنتوجه مره اخرى لفندق الاقامه، اللاعبين هيتناولوا وجبه العشاء والجميع هيخلد للراحه، ليه بقى خلاص الاستعداد ليوم المباراه واليوم الاخير في الاستعدادات، واللي ان شاء الله يكون يوم موفق جدا وان شاء الله يكلل بالنجاح في تحقيق اول بطوله في الموسم، ونسال جماهير النادي الاهلي مش بس في السعوديه ولكن في جميع انحاء العالم باذن الله رب العالمين. طبعا علي معلول بطمنك على كل اللاعبين، علي معلول وصل يعني صباح امس وموجود مع الفريق وشارك في تدريب الامس، بيرستاو يمكن كمان وصل امبارح بالليل وموجود مع الفريق بشكل طبيعي وان شاء الله يكون مشارك في تدريب النهارده باذن الله رب العالمين، كل اجواء رائعه، كل اللاعبين الحمد لله في حاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه، تبقى فقط بس توفيق ربنا وان شاء الله تكون اول بطوله هذا الموسم من نصيب النادي الاهلي، وباذن الله نوصل للرصيد 9 في بطوله السوبر عبد الرحمن. توفيق كلمني عن الاستقبال الجماهيري والقاعده الجماهيريه الكبيره جدا للنادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه وفي كل مكان الحقيقه بيروحوا، لكن احنا شفنا حد استقبال بشكل خاص جدا، شفنا احتفالات من رابطه النادي الاهلي في السعوديه، كلمني عن الاجواء الجماهيريه للمباراه. يمكن حاله من الفرح هنا في مدينه الطائف كلها عبد الرحمن، يمكن النادي الاهلي بقاله فتره كبيره ما جاش السعوديه وكمان مدينه الطائف خاصه اللي طبعا يعني الجانب السعودي والاتحاد السعودي لكره القدم كان حريص على ان المباراه تكون في مدينه الطائف، يمكن طبعا من ايام قليله كانت مدينه الطائف يعني بتحتضن البطوله العربيه، ولكن الناس هنا متفاجئه من ردود الافعال، النادي الاهلي طبعا هم عارفين قيمته وان النادي الاهلي اكيد وجوده في مدينه الطائف هيعمل ترويج كبير جدا للمدينه خاصه في ظل يعني الخطط المستقبليه للمملكه العربيه السعوديه هنا، ان شاء الله ندعي لهم بالتوفيق في كل
حاجه بيخططوا لها في المستقبل. طبعا شعبيه النادي الاهلي حدث ولا حرج، انت النادي الاكبر في منطقه الشرق الاوسط كلها عربيا وكمان افريقيا، ده واصل للناس هنا. يمكن كمان لما اتكلمنا مع الناس هنا حتى في فندق الاقامه قالوا لا طبعا وجود النادي الاهلي في الطائف في المدينه نفسها مش بس في فندق الاقامه عامل رواج كبير جدا. معظم الجاليه هنا الاجنبيه في مدينه الطائف كلها مصريين، يمكن عايز اقول لك تقريبا 70 80% من الناس اللي شغاله في فندق الاقامه اللي احنا موجودين فيه الحمد لله كلهم مصريين، وده عامل تعاون كبير جدا والناس كلها حاسه بقيمه ومكانه النادي الاهلي. على الصعيد الجماهيري بقى يمكن زي ما انت قلت رابطه جمهور النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه مش بس الطائف عامله استعدادات اكثر من رائعه، يمكن كمان الاستقبال كان المفروض يبقى اكبر من كده، ولكن الجانب السعودي يمكن فضل امنيا ان ما يكونش فيه تجمعات وكمان علشان يوفر الراحه لبعثه فريق النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي هيكون موجود في الملعب كعادته دايما بيساند الفريق في اي مكان. لكن من ناحيه الاستقبال عبد الرحمن فهو استقبال تاريخي لبطل تاريخي حل هنا ضيف عزيز جدا في المملكه العربيه السعوديه. يمكن بالامس كمان وزير العام فاروق استضاف او استقبل الامين العام المساعد للاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ ابراهيم القباع، وكان الراجل طبعا يعني اعرب عن امتنانه ووجود النادي الاهلي وسعادتهم بوجود النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد الطائف. وطبعا الوزير العام فاروق من جانبه شكره جدا على حسن الاستقبال والضيافه، ويعني زي ما قال مستر كولر النهارده في المؤتمر واكد تاني عليها عبد الرحمن، قال انا فخور جدا بوجود ظهير جماهيري لفرقتي هنا، وكابتن محمد الشناوي يمكن قالها صريحه احنا هنا في بلدنا الثاني السعوديه وسعيدين جدا ان احنا نكون هنا موجودين في بلدنا، مش حاسين بغربه او حاسين ان احنا بنلعب مباراه بره ارضنا. ويمكن كمان كان في لقاءات مع اكثر من لاعب امبارح سواء محمد هاني او طاهر محمد طاهر او محمود عبد المنعم كهربا، اعربوا ايضا عن سعادتهم بوجودهم في السعوديه واعربوا عن سعادتهم اكثر بجمهور النادي الاهلي اللي الحمد لله في ظهر فرقته فيما يروح باذن الله رب العالمين. طيب عايز اسالك برضو عن التذاكر، تذاكر الماتش احنا سمعنا ان هم طرحوا التذاكر بالتدريج وخلص الجزء بتاع النادي الاهلي معظمه خلص تقريبا، وكان في جزء هيطرح النهارده وامبارح اللي هو الجزء الاخير يعني من التذاكر، خلص ولا لسه توفيق؟ يعني عاوز اقول لك عبد الرحمن التذاكر بفوره يعني نزولها على المنصه الخاصه ببيع التذاكر هنا في المملكه العربيه السعوديه ما كملتش 7 دقائق، يمكن ده عمل ابهار للناس هنا في الجانب السعودي ان مش متخيلين ان اي مباراه في العالم ينزل التيكت بتاعها يخلص في خلال 7 دقائق. يمكن طبعا كامل ساعه التذاكر تماما اعتقد ان باذن الله 100% ده طبعا الناس وصل لها القيمه، لكن الناس كانت متفاجئه من كمان سرعه الجمهور، وانت في الاف تاني عبد الرحمن مش لاقي تذاكر، يعني انت كل يوم بقول لك بيجي لنا ناس مش بس من الطائف، انت بيجي لك جمهور من الاهلي من جده ومن مكه كلهم عاوزين تذاكر مباراه ويعني عاوزين اي وسيله يخش بها المباراه. يمكن بنحاول جاهدا البعثه هنا برئاسه الوزير عامر فاروق لو في اي تذاكر ممكن يوفرها يتم توفيرها لجمهور النادي الاهلي، خاصه زي ما انت عارف كل الساعه الكامله لجمهور النادي الاهلي بالفعل خلاص اتباعت، وكمان اعتقد ان جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيحصل على حصه اضافيه، خاصه يمكن الجمهور الجزائري هنا قليل شويه يعني ما فيش مقارنه خالص بالاقبال المصري على شراء التذاكر وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي موجود في كل حته. اعتقد بكره ان شاء الله هتبقى احتفاليه كبيره جدا وهيبقى بيزينها جمهور النادي الاهلي في الاستاد، ويا رب ان شاء الله تكلل بالفوز ببطوله غاليه جدا في بدايه المشوار وبدايه صعبه جدا، خاصه ان اول مباراه رسميه في الموسم زي ما اتكلمنا عبد الرحمن، لكن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي في ظهر فرقته وان شاء الله يسهل كتير الامور على الفريق باذن الله رب العالمين. ان شاء الله توفيق. طيب خليني اسالك عن الحاله المعنويه بعد اكتمال الفريق، يعني احنا كان في كذا لعيب متاخر، علي معلول وبرستاو والكلام ده كله، هل المجموعه انت بتقول لي كان في اجتماع بين كابتن محمد الشناوي واللعيبه على انفراد بدون الجهاز الفني، يعني هل المجموعه كملت بشكل كامل معنويا اللعيبه اللي جايه من المنتخبات، معنويا كمان تاثير كابتن الفريق على اللعيبه الجداد اللي موجودين في الفرقه، يعني في ناس اول مباراه هتشاركها هي مباراه بطوله، فبالتالي اكيد تاثير اللعيبه القدام هيبقى عليهم بشكل مباشر في الفتره دي. كلمني كده عن الموقف بتاع اللعيبه كلهم وحالتهم المعنويه بشكل خاص. الحمد لله بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحاله المعنويه في افضل درجاتها، يمكن كل الفريق متاهب طبعا زي ما انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش من البطولات، وبالتالي كمان لعيبته ما بتشبعش من البطولات، زي ما قلت لك احنا ناهيين الموسم اللي فات ب5 بطولات، بتبدا الموسم الجديد بتنافس على بطوله مهمه جدا، اعتقد ان الكل مركز جدا، الكل مصمم، يمكن كل طول الوقت مستر مارسيل كولر بيذاكر فرقه اتحاد العاصمه، وبالتالي كمان اللاعبين كل واحد اتفرج على الجزء اللي يخصه وعلى فرقه اتحاد العاصمه بشكل كبير جدا، الجميع مصمم مركز ليه هدف واحد وهو حصد بطوله في بدايه موسم، اعتقد هتبقى بطوله مهمه جدا. كعاده بقى لعيب النادي الاهلي دايما اللعيبه نفسها عبد الرحمن بدون تحفيز خارجي هم اللي بيشدوا من ازر بعض، يمكن النهارده على طول دعاه فريق النادي الاهلي دائما قبل المباريات المهمه والبطولات الكبيره اللاعبين بيقعدوا مع بعض بيبقى في كلام بينهم وبين بعض بيحفزوا بعض بيتكلموا ان يعني اكتر حاجه لعيبه النادي الاهلي بيتكلموا فيها عبد الرحمن هنا هو اسعاد جمهور النادي الاهلي،
اللي عارفين ان الجمهور بقاله تقريبا شهرين ما اخدش بطوله، وده حاجه صعبه جدا على جمهور النادي الاهلي بصراحه. الجمهور عاوز كل يوم بطوله، عايزين يسعدوا خاصه الجمهور اللي موجود هنا في مدينه الطائف والمملكه العربيه السعوديه. فده هدف اللاعبين، احراز البطوله، بدايه قويه للموسم، وكمان يكون اسعاد لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. نقطه بقى اللعيبه الجديده، عبد الرحمن عاوز اقول لك بامانه وبمنتهى الصراحه، لو موجود هنا في المعسكر مش هتقدر تفرق مين اللعيب القديم في الفريق ومين اللعيب لسه منضم للفريق. الفريق كله كتله واحده، مفيش فرق بين قديم وجديد. كعاده النادي الاهلي على طول اي عنصر جديد بيخش بيتم احتضانه بشكل كامل جدا، وعلى طول بينصهر في الكيان الكبير كيان النادي الاهلي. واعتقد بجد لو موجود في المعسكر مش هتقدر تفرق ما بين لعيب لسه منضم حديثا ولعيب موجود بقاله سنين مع الفريق. طبعا دور اللاعبين الكبار، كابتن محمد الشناوي، كابتن علي معلول، كابتن رامي ربيعه، محمد هاني، كلهم بيقوموا بدورهم على اقوى الوجه، وكل اللاعبين حاسين بالمسؤوليه، وكل اللاعبين مركزين في هدف واحد بس، وهو اسعاد جمهور النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. شكرا زميلنا محمد توفيق، تغطيه اكتر من رائعه الحقيقه يعني، وكل فريق عمل قناه النادي الاهلي في السعوديه الحقيقه بحييكم على التغطيه على مدار الايام اللي فاتت كمان والنهارده ولسه كمان مباراه بكره ان شاء الله. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي.